قضية أخرى قد تربك الأمن والحكومة أيضا، النساء المحجبات المشاركات تحد كبير للأمن الفرنسي، أبرزهم طبعا العداءة الفرنسية المسلمة سونكابا سيلا. أثارت سيلا قضيتها كونها محجبة وإحدى أعضاء التتابع الفرنسي لمسافة 400 متر، نشرت على حسابها أن حجابها سيمنعها من الظهور في حفل الافتتاح المنتظر غدا على طول نهر السين. مسؤولون حكوميون وتجنبا لأي إحراج طبعا قد يصل صداه عالميا، سارعوا إلى البحث عن حل مبتكر للعداءة سيلا بارتداء حجابها في حفل افتتاح أولمبياد باريس مع الالتزام بالقوانين العلمانية في البلاد. هذا الحل لم يتضح حتى الآن. هذا الأمر يشكل معضلة لفرنسا التي تطبق مبدأ العلمانية، أي التعامل مع آلاف الرياضيين من بينهم عدد لا يستهان به من النساء المحجبات. حاولت وزيرة الرياضة الفرنسية التخفيف من حدة الأمر، قالت إن الفرنسيين يتوقعون تطبيق مبادئ العلمانية بمعنى لا رموز دينية، لكن بحاجة أيضا إلى حل إبداعي يرضي جميع الأطراف.